بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا محاضره مراجعه جديده في الكورس بتاعنا بي ام بي بريبريشن كورس على البيم بوك الاصدار السادس. ان شاء الله النهارده هناخد مع بعض مراجعه على شابتر 4، شابتر البروجكت انتجريشن مانجمنت، اداره التكامل في المشروع. طبعا الشابتر ده احنا كنا مأجلينه من البدايه زي ما وضحنا قبل كده ان احنا دخلنا بعد الفريم ورك على شابتر السكوب مباشرة اللي هو شابتر 5، وده كان لسبب ان احنا في البداية ما كانش ينفع ان انا ابدا اقول لك انتجريشن ونكمل كل العلوم او كل نولج اريا من غير ما نكون عرفناها. احنا في البداية اتكلمنا على السكوب، السكادول، الريسورس، البروكيورمنت، الستيك هولدر، الريسك، لازم كنا نشرح كل ده بعد كده ندخل على الانتجريشن. محتوى محاضرة النهاردة هي من المحاضرات الطويلة واللي فيها عمليات كتير. عندنا 7 عمليات في الانتجريشن، ودي من أطول العمليات اللي موجودة في البيمبوك أو أطول الشباتر اللي موجودة في البيمبوك. ولو أخذنا بالنا من حاجة مهمة جدا، هي النولج إريا الوحيدة اللي بتضم عمليات في جميع البروس جروب، في الخمسة بروس جروب. يعني عندنا طبعا زي ما احنا عارفين احنا عندنا 5 بروس جروب: initiating, planning, executing, monitoring and control و closing. هي النولج اريا الوحيده اللي هي الانتجريشن اللي بتضم بتضم عمليات في جميع البروس جروب الخمسه. عندنا اول حاجه الديفلوب بروجكت تشارتر، انشاء ميثاق المشروع، وده بيكون طبعا في مرحله الانيشيتنج، في مرحله البدء. عندنا عمليه واحده في مرحله البلاننج اللي هي الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، وعندنا عمليتين في مرحله التنفيذ، في مرحله الاكسكيوتنج الدايركت اند مانج بروجكت ورك ومانج بروجكت نولج. طبعا دي من العمليات الجديده على الاصدار السادس، كان فقط عندنا في الخامس 6 عمليات، حاليا بقى عندنا 7 نظرا لاضافه العمليه رقم 4 مانج بروجكت نولج. عندنا ايضا عمليتين في مرحله المونترنج اند كنترول، عمليه المونيتور اند كنترول بروجكت ورك، وعمليه ثانيه الريفورم انتجريتد تشينج كنترول، واخيرا عمليه واحده بس في مرحله الكلوزنج، مرحله اغلاق المشروع، كلوز بروجكت اورفيس. هندخل مع بعض سريعا دلوقتي في الـ7 عمليات اللي موجودين معانا النهارده. عندنا 7 عمليات زي ما وضحنا قبل شويه. هل الشير واضح عند الناس؟ الشير بتاع الـ7 عمليات واضح عند الناس كده من البين بوك؟ واضح عند الناس كلها؟ طيب تمام. تمام طيب طبعا الشكل ده موجود في البيم بوك، بيضم الـ7 عمليات اللي موجودين في الانتجريشن ده، اوفر فيو على البروجكت انتجريشن مانجمنت. طبعا عندنا 7 عمليات زي ما وضحنا قبل شويه. هنبدا دلوقتي في اول عمليه موجوده معانا من الـ7 عمليات، وهي عمليه الديفلوب بروجكت تشارتر او انشاء ميثاق المشروع. طبعا هي عمليه في مرحله الانيشيتنج زي ما احنا عارفين ان هي اول حاجه احنا بنعملها في بدايه المشروع، ان احنا بننشئ ميثاق المشروع. طبعا هي وثيقه اللي بتمنح الصلاحيه فعلا بوجود مشروع، وبتدي الصلاحيه لمدير المشروع بتنفيذ او باستخدام موارد الشركه في تنفيذ انشطه المشروع. طبعا في مرحله ما قبل المشروع احنا في حاجه بنعملها اسمها البيزنس كيس، اللي هي بتكون من ضمن محتويات البيزنس دوكيومنتس. البيزنس كيس اللي هي بتقول لك ايه هو الهدف من المشروع، او احنا ليه هنبدا المشروع بتاعنا. طبعا دي بتكون مرحله مبكره قبل المشروع. تاني حاجه بنستخدمها مع بعض هي الاجريمنت، ده لو هيكون المشروع
هيتنفذ لصالح عميل خارجي، تمام؟ طبعا واحنا في البداية لازم بناخد في الاعتبار العوامل اللي بتأثر على المشروع، سواء أي قوانين جاية أو ثقافة الشركة أو الهيكل التنظيمي، كل ده بناخده في الاعتبار. وأيضا الـ OBA، الدروس المستفادة من المشاريع السابقة والـ Lessons Learned. طبعا هنستعين بالاكسبرت جادجمنت، وهيعملوا ميتنج، ده كله علشان نطلع باهم حاجه عندنا وهي البروجكت تشارتر، وهو ميثاق المشروع. طبعا زي ما احنا عارفين ان التشارتر ده بيحتوي على كل حاجه بشكل هاي ليفل، هاي ليفل بروجكت ديسكريبشن، هاي ليفل ريكويرمنت، متطلبات المشروع بشكل هاي ليفل، اوفرول بروجكت ريسك، السامري مايلستونز، مين هو مدير المشروع، مين هو او السبونسر، ايه هي صلاحياته مدير المشروع، ايه هي صلاحياته، اسمه ايه، وهكذا. كل ده يعني موجود في البروجكت تشارت. طبعا بيكون في قائمة او لوج، سجل بيتسجل فيه الاسامبشنز، ولكن ده كلها بيكون بشكل هاي ليفل. يبقى احنا كده عملنا اول حاجة، هي الديفلوب بروجكت تشارتر، اللي هي بتدي الصلاحية لمدير المشروع باستخدام موارد المؤسسة، وبتربط ربط مباشر ما بين المشروع والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. هو ده كان موضوع الـ Develop Project Charter. طيب دلوقتي بعد ما أنا خلصت التشارتر، طبعا بعد كده المفروض بنعمل حاجة اسمها الـ Identify Stakeholders. طبعا دي بنعرف الـ Stakeholders أو المعنيين، طبعا دي برضو بتكون في مرحلة الانشيتنج. ولكن تاني عملية موجودة معانا النهاردة في الانتجريشن، وهي الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. دلوقتي هستعين بالبروجكت شارتر. طبعا اساسا انا ما عنديش وثيقة غير الشارتر، هستعين بيها كمدخل في عملية الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان. انا الهدف من العملية دي عايز اطلع بخطة، خطة رئيسية، البروجكت مانجمنت بلان، اللي بتقول لي ازاي او هاو ازاي هيتم تنفيذ اعمال المشروع، ازاي هيتم عمل مانج بروجكت نوليدج، ازاي هيتم عمل مراقبه وتحكم على اعمال المشروع، ازاي برضو هيتم عمل او اخذ الاكسبتنس، وازاي هيتم اغلاق المشروع. فهي خطه بتقول لي هاو، ازاي هيتم عمل او ازاي هيتم تنفيذ المشروع او المراقبه والتحكم على المشروع، واخيرا ازاي هيتم اغلاق المشروع. ولكن علشان نعمل او نعمل ديفلوب للخطه، بنستعين بمخرجات العمليات المختلفه. يعني اخذنا مع بعض كذا نولج اريا، كنا بنطلع خطط، السكوب مانجمنت بلان، السكيدول مانجمنت بلان، الكوست مانجمنت بلان، الريسك مانجمنت بلان، وهكذا. كل الخطط الفرعيه والبيز لاينز هنستخدمها كمدخل عشان نطلع وثيقه شامله او خطه شامله هتقول لي هاو او ازاي هيتم التعامل في المشروع بتاعنا. ودايما خلي بالك وانت في مرحلة التخطيط، لسه بتخطط وبتعمل الخطط بتاعتك، بتستعين بالاكسبرت جادجمنت، سواء من داخل الشركة او من خارج الشركة، وبيعملوا ميتنج وبيجمعوا بيانات علشان نطلع بالخطة. الخطة اللي انا هاخدها بعد كده كانبوتس في عملية دايركت اند مانج بروجكت وورك، العملية الخاصة بالتنفيذ في مرحلة الاكسكيوتنج. يبقى انا لازم بنفذ بناء على خطة المشروع، الخطة الشاملة، الخطة الكاملة اللي كانت بتقول لي هاو، ازاي هيتم تنفيذ اعمال المشروع. ولهذا السبب هي موجودة عندي كمدخل رئيسي في عملية الدايركت اند مانج بروجكت وورك. هستعين بالخطة كمدخل اساسي في العملية دي علشان اطلع بايه بقى. طالما انا في تنفيذ، خلي بالك، طالما انا بنفذ يبقى هطلع بإيه؟ هنطلع بـ deliverables، هنطلع بـ work performance data، هنطلع بـ issue log و بـ change request. دي حاجات أساسية مخرج من عملية التنفيذ. طبعا زي ما احنا عارفين إن deliverables دي مخرجات أو الأعمال اللي أنت بتخلصها من عملية التنفيذ، تمام؟ هي دي موضوع، يعني مثلا خلصت أعمال خرسانة، أعمال تشطيبات، أعمال طرق، هي دي الأعمال اللي أنت خلصتها. ولكن هنعرف بعد شويه لما نيجي نعمل انتجريشن ونشوف دوره حياه الديليفرابلز بتمشي ازاي، هنعرف بعد كده ان هي بعد كده بتروح للكواليتي تيم او فريق الجوده،
بيعمل عليها انسبكشن علشان نطلع بفيريفايد ديليفرابلز، يعني هم بيشيكوا عليها وبيشوفوا هل هي طبقا للكواليتي ريكويرمنت او الستاندرد اللي كان موجود في الكواليتي بلان ولا لا. بعد ما بيتاكدوا من الديليفرابلز بتروح بعد كده فين؟ كانبوتس في عمليه الفاليديت سكوب علشان الكاستمر يراجعها ويشوف ويدي لنا الاكسبتد ديليفرابلز او الفورمال اكسبتنس، القبول الرسمي على الديليفرابلز دي. وايضا عندنا من ضمن مخرجات التنفيذ وهي الورك بيرفورمانس داتا. طالما انا بتكلم على داتا دايما هتكلم على ارقام جايه لي من الموقع، نسب التنفيذ البروجرس بتاعك قد ايه، بدايه ونهايه كل نشاط امتى بدا، تمام، ايه هي التكلفه الفعليه او الوقت الفعلي لتنفيذ الانشطه، كام طلب تغيير طلع عندك من مرحله التنفيذ. خلي بالك انا كل اللي بتكلم عليه ارقام ولكن هي مجرد داتا، لسه بيانات اوليه، لسه ما اعرفش هل هي كويسه ولا لا، هنعرف بعدين لما ناخد الداتا دي ونحللها اكتر وندخلها في عمليات المونيتورنج اند كنترول عشان نطلع بالورك بيرفورمانس انفورميشن اللي بعد كده بنجمعها كلها ونوديها للانتجريشن عشان نطلع بالورك بيرفورمانس ريبورت. ان شاء الله عندنا تشارت هناخده بعد شويه هيوضح كل الكلام اللي انا بقوله ده. طالما انت في عمليه تنفيذ اكيد بيحصل عندك مشاكل، مفيش مرحله تنفيذ بتخلو من المشاكل، فاي مشكله بتحصل عندك لازم بتسجلها في الاشي لوك او سجل المشاكل، ده بيتسجل فيه المشكله وامتى هنحل المشكله والاولويات بتاعتها ايه، وبنعين عليها الاشي اونر بيراقبها وكل الكلام ده. هو ده موضوع الاشي لوك، وطبعا ده هتكلم عليه برضو بعد شويه. مفيش عمليه تنفيذ بتخلو من موضوع السي ار او التشينج ريكويست، طلبات التغيير، طبعا دي بتطلع من عمليات التنفيذ. ممكن يبقى طلب تغيير بناء على تغيير على البيز لاين، الكوست بيز لاين، السكيدول بيز لاين، السكوب بيز لاين، تغيير في الخطط، تغيير في المستندات في العمليات، كل ده هيؤدي الى طلبات تغيير. طالما في طلب تغيير ده هيأثر على الخطه، هتطلع عندك كابديتس، هيأثر على المستندات تطلع عندك كابديتس، برضه هيأثر على الاو بي اي هتطلع عندك ايضا كابديتس او محدثه. طيب في عمليه جديده موجوده معانا وهي عمليه المانج بروجكت نوليدج. المانج بروجكت نوليدج هي عمليه جديده على الاصدار السادس، وهي احنا بنستخدمها في ايه بقى؟ ان احنا بنستخدم المعرفه اللي موجوده عندنا او المعرفه الحاليه عشان نطلع معرفه جديده عشان نحقق اهداف المشروع او نحسن من البروجكت اوتكمز او من نواتج المشروع. وفي حاجه مهمه عايزك تعرفها في العمليه دي، ان هي بيطلع منها حاجه اسمها الليسونز ليرند ريجستر، ده سجل الدروس المستفاده، ده بيطلع اول مره من العمليه دي او بيطلع في المراحل المبكره، ده بيتسجل في الدروس المستفاده، وده اللي احنا بنستخدمه بعد كده كانبوتس واوتبوتس، وبيخرج محدث من معظم ال 49 العمليه اللي موجودين معانا في البيم بوك. طيب دلوقتي احنا اتعرفنا على اول اربع عمليات، بعد كده هنروح للعمليه رقم 5 المونيتور اند كنترول بروجكت وورك. دي العملية اللي بيحصل فيها عمل متابعة ومراقبة وإعداد التقارير عشان نحقق الأهداف المشروع. ولازم تبقى عارف حاجة كويسة جدا وهي ايه؟ دلوقتي الورك بيرفورمانس داتا اللي جالي من التنفيذ دخل في جميع عمليات المونترنج اند كنترول وتحلل وطلع لنا انفورميشن، معلومات عن السكوب، معلومات عن الكوست، معلومات عن الريسك، معلومات على الكوميونيكيشن، طلع عندنا معلومات كتير جدا هناخدها كلها في العملية دي ونجمعها كلها علشان نطلع بتقرير واحد اسمه الورك بيرفورمانس ريبورت. تقرير هنستفاد منه في ايه؟ هنوزعه على الستيك هولدرز، على التيم ممبرز هيروح، وايضا ممكن نستخدمه كانبوتس في الورك بيرفورمانس، نستخدمه في عملية التشينج كنترول علشان السي سي بي يقدر ان هو يقيم طلبات التغيير وناخد الابروفد تشينج ريكويست. ولكن هنرجع تاني هنا للعمليه الخامسه
المونيتور اند كنترول بروجكت وورك، هي عمليه بيحصل فيها ايضا عمل كومبيرنج او بنقارن الاكشوال بالبيز لاينز، يعني الاكشوال ريزلت او النواتج او الناتج او الارقام الحقيقيه اللي جايه لنا من الموقع او الاكشوال بيرفورمانس او الاداء الفعلي هنقارنه بالبيز لاينز وبالخطط عشان نطلع ب نطلع بيه او نشوف ايه هي الفاريانس اللي موجوده عشان لو هناخد كوركتيف اكشن او بريفنتيف اكشن. تمام. وطبعا طالما احنا في عمليات المونترنج اند كنترول بيطلع ايضا عندنا تشينج ريكويست، دايما هتلاقي مخرج عمليات التنفيذ بيطلع عندنا تشينج ريكويست، مخرج عمليات المونترنج اند كنترول بيطلع ايضا عندنا تشينج ريكويست نتيجه لتغيير في الاعمال، تغيير في الديليفرابلز، تغيير في الخطط او في البيز لاينز، فبيطلع عندنا طلبات تغيير نتيجه، ممكن يبقى نتيجه للفاريانس اللي طلع عندنا نتيجه للمقارنه ما بين الاكشوال والبلان. طيب انا قلت من شويه ان معظم عمليات التنفيذ والمراقبه والتحكم بنطلع بيه طلبات تغيير، بتروح فين او بيروح فين التشنج ريكويست ده؟ بيروح في العمليه رقم 4.6 اللي هي عمليه التشنج كنترول، علشان اللجنه هيدخل عندنا هنا طلب التغيير كانبوتس، التشنج ريكويست بيدخل عندنا هنا كانبوتس او مدخل في العمليه دي، علشان السي سي بي او التشنج كنترول بورد بيقعدوا مع بعض بيعملوا ميتنج وبيحللوا البيانات دي اللي موجوده كلها في الموجوده عندنا، سواء في البيز لاينز اللي موجوده في الخطه، طبعا كمدخل عندنا السكوب بيز لاين، السكادول بيز لاين، الكوست بيز لاين، علشان اقدر اقيم او اللجنه تقيم التاثير على الكوست وعلى السكادول على السكوب، وايضا عندنا من ضمن المستندات الريسك ريجستر عشان برضو يقيموا طلبات التغيير دي على المخاطر اللي موجوده في المشروع. هيعملوا تحليل وهيقعدوا يعملوا ميتنج وهيتخذوا بعض القرارات ديسيشن ميكنج علشان نطلع بعد كده بالابروفد تشينج ريكويست. ابروفد تشينج ريكويست ده طلب تغيير معتمد. تمام. اللي انا بعد كده هناخد الابروفد تشينج ريكويست ده ويدخل عندنا في عمليه التنفيذ علشان يتنفذ. مظبوط كده. طيب بعد ما خلصنا جميع اعمال المشروع بنعمل ايه؟ خلصنا كل الاكتيفيتيز اللي كانت مطلوبه مننا، فاخيرا بنروح لعمليه الكلوز بروجكت اور فيس. كلوز بروجكت اور فيس هي عمليه في مرحله الكلوزنج بنستعين بالبروجكت تشارتر او ميثاق المشروع. طيب بنستعين بيه ليه؟ لان هو اللي كان موجود فيه كل حاجه بشكل هاي ليفل، والبروجكت اكزيت كرايتيريا معايير الخروج ايه من المشروع، فلازم نستعين بيه كمدخل في العمليه دي. وايضا البروجكت مانجمنت بلان، الخطه اللي كانت بتقول لي ازاي هيتم اغلاق المشروع. طيب في حاجه مهمه ثانيه، الاكسبتد ديليفرابلز. الاكسبتد ديليفرابلز اللي هي كانت طالعه منين؟ من عمليه الفاليديت سكوب. الكاستمر طول المشروع عمال يقبل في اعمال ويديك الفورمال اكسبتنس، هتجمع كل المستندات اللي هي كان قبلها قبل كده، هتجمعها كلها علشان هتستعين بيها وهتسهل عليك في عمليه اغلاق المشروع وانك تاخد الفاينل اكسبتنس. تمام. وعشان تاخد الفاينل اكسبتنس فهنا هنستعين بالاكسبتد ديليفرابلز. طيب دلوقتي احنا خلصنا الاعمال المشروع، استعنا ببعض المستندات عشان في الاخر نطلع بايه؟ نطلع بالفاينل برودكت، بالمنتج النهائي بتاعنا او السيرفيس او ريزلت ترانزيشن. تمام. وايضا لازم بنعمل الفاينل ريبورت هنتكلم عليه بعد شويه، وايضا هنطلع بالاو بي اي ابديتس اللي هي الدروس المستفاده اللي طلعنا بيها من المشروع بتاعنا علشان نستخدمها بعد كده في الفيوتشر بروجكت او في المشاريع المستقبليه. طيب اللي لسه ما فهمش الموضوع ده، في حاجه مهمه جدا برضو انا حابب اقولها.
تمام. طيب كده الشير واضح للباوربوينت، كده الشير واضح يا شباب. طيب تمام، الشكل اللي قدامنا ده هيلخص لك حاجات كتير قوي. لو انت فهمت الشكل اللي معانا ده يبقى انت فهمت حاجات كتير جدا 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 جدا، وهتوفر على نفسك حاجات كتير. طيب هنبدأ مع بعض في شرح الشكل اللي معانا ده. ده بيعمل لك انتجريشن لكل الاعمال بتاعت المشروع. احنا في البداية بنعمل ايه؟ بنستعين في مرحلة ما قبل المشروع بالبيزنس كيس، اللي ايضا كانت بتحتوي على ايه هو الهدف المشروع والغرض ان انا هبدأ المشروع ده، وهنستعين بالاجريمنت علشان اعمل الديفلوب بروجكت تشارتر. طيب دلوقتي انا طلع عندي من العملية دي البروجكت تشارتر او ميثاق المشروع، تمام. هيطلع عندنا ميثاق المشروع اللي انا هستخدمه بعد كده وانا بعمل الخطه، الديفلوب بروجكت مانجمنت بلان بيدخل عندي كانبوتس، التشارتر بيدخل عندي كانبوتس، وايضا مخرجات من العمليات التانيه زي عمليه البلان سكوب، عمليه البلان كوست، بلان سكادول، بلان ريسك. كل ده بيطلع لنا خطط وبيز لاينز هنستعين بيها كمدخل علشان اطلع بالبروجكت مانجمنت بلان، الخطه الاساسيه، الخطه الرئيسيه اللي بتضم كل الخطط الفرعيه وكل البيز لاينز اللي بتقول لي ازاي هيتم تنفيذ اعمال المشروع، ازاي هيتم عمل مراقبه والتحكم، ازاي هيتم اغلاق المشروع. الخطه اللي انا هستعين بيها علشان انفذ اعمال المشروع، عشان كده هي عندي كانبوتس في عمليه الدايركت اند مانج بروجكت وورك. هيتم التنفيذ طبقا للخطه، هيتم تنفيذ اعمال المشروع طبقا للخطه الاساسيه او الرئيسيه بتاعتنا البروجكت مانجمنت بلان. طيب بيطلع ايه عندنا من عمليات التنفيذ؟ بيطلع عندنا deliverables، بيطلع عندنا تشينج ريكويست، بيطلع عندنا ورك بيرفورمانس داتا. طيب طلع عندنا داتا وطلبات تغيير وdeliverables. اول حاجه بناخد الdeliverables دي بتروح لفريق الجوده في عمليه الكنترول كواليتي، بيتم عمل عليها انسبكشن او فحوصات انترنال داخليا، خلي بالك، من خلال فريق الجوده عشان يعمل عليها فحص ويشوف هل هي مطابقه للكواليتي بلان او الكواليتي ريكويرمنت، متطلبات الجوده ولا لا. عشان كده هنطلع بالفيريفايد deliverables، معناها بالعربي مخرجات تم التحقق منها ولكن داخليا من خلال فريق الجوده، اللي انا باخدها بعد كده كانبوتس في عمليه الفاليديت سكوب، بتروح للكاستمر او السبونسر علشان ناخد منهم الفورمال اكسبتنس، القبول الرسمي على الديليفرابلز، هيوقع لك عليها وهنطلع الاكسبتد ديليفرابلز، اكسبتد ديليفرابلز اللي احنا هناخدها وهنستعين بيها بعد كده كمدخل في عمليات الكلوز بروجكت اور فيز، هتسهل عليك عمليات الكلوزنج. ما هو مش معقول ان انت هتفضل طول المشروع ما تسلمش وتيجي تسلم مره واحده في عمليه الكلوزنج، ده مش صح. انت لازم بتاخد الاكسبتنس على كل deliverables بيطلع عندك من المشروع، خلي بالك كل اعمال بتخلص لازم بتسلمها، كل اعمال بتخلص عندك في المشروع سلمها اول باول على طول. ليه بقى؟ بتسهل عليك عملية القبول النهائي أو الفاينل اكسبتنس. بعد ما بنعمل كلوز بروجكت اور فيس طبعا دي بنطلع بالفاينل برودكت، يعني الديليفرابلز أعمال كذا أعمال كذا أعمال كذا أعمال كذا، هنجمعها كلها علشان نطلع بالمنتج النهائي بتاعنا اللي احنا بعد كده هيروح لمين؟ هيروح للكاستمر. المرحلة اللي بعد دي هيروح للكاستمر. يبقى احنا كده خلصنا الديليفرابلز وعرفنا دوره حياتها ماشيه ازاي. طيب دلوقتي الورك بيرفورمانس داتا، الداتا دي اللي جايه لي من الموقع، جايه لي من الموقع امتى بدا النشاط، امتى انتهى، كام في الميه خلص، كام طلب تغيير، التكلفه الفعليه قد ايه، ايه هي الاكشوال ديوريشن، الوقت الفعلي للتنفيذ، كل دي ارقام جايه لي من الموقع هدخلها في كل عمليات المونيتورنج اند كنترول عشان تتحلل، علشان احللها واشوف هل هي مطابقه للبلان ولا لا،
عشان اطلع بيه الورك بيرفورمانس انفورميشن، هنطلع بيه معلومات. الورك بيرفورمانس انفورميشن دي معلومات ناتجه من تحليل الداتا اللي جايلي من التنفيذ. دي كلها معلومات عن السكوب، ممكن تكون معلومات عن الكوست، معلومات عن السكادول، معلومات عن الريسك، معلومات في مختلفه. ولكن علشان ابعت تقرير واحد للكاستمر او السبونسر، محتاج ان انا اجمع كل المعلومات دي، عشان كده بدخلها في عمليه المونيتور اند كنترول بروجكت وورك، عمليه في الانتجريشن. انا هنا بكامل، بعمل تكامل لكل المعلومات، تمام، علشان اطلع بايه؟ اطلع بتقرير الورك بيرفورمانس ريبورت. فيها عندنا اشكال مختلفه من التقارير، تمام، اللي انا هاخدها بعد كده اوزعها على هنوزعها على التيم ممبرز، هنوزعها على الستيك هولدرز. طبعا هنستعين بعمليه المانج كوميونيكيشن، بيتم توزيع الريبورت، توزيع المعلومات بواسطه عمليه المانج كوميونيكيشن في مرحله التنفيذ. طيب دلوقتي انا قلت من شويه ان بيطلع عندنا ايه؟ بيطلع عندنا تشينج ريكويست من عمليه التنفيذ. طيب طلب التغيير ده بيروح فين؟ يبقى انا كده خلصت الديليفرابلز، خلصت الداتا. هتكلم دلوقتي على التشينج ريكويست، بيروح فين بعد كده طلب التغيير ده؟ بيروح للعمليه الخاصه بالتغييرات، التشينج كنترول، عمليه رقم 4.6. وايضا بيطلع لي من المونيتور اند كنترول، بيطلع لي طلبات تغيير باخدها برضو، وبنروح للعمليه الخاصه بالتغييرات، علشان اللجنه او لجنه التحكم في التغيير او السي سي بي او التشينج كنترول بورد ياخدوا القرار ونطلع بالابروفد تشينج ريكويست. طالما عندي ابروفد تشينج ريكويست او ريجكت تشينج ريكويست، ده كله بيتسجل في حاجه اسمها التشينج لوج، هوضحها بعد شويه. بنسجل طلبات التغيير كلها، سواء الابروفد سواء الريجكت، بتتسجل في التشينج لوج. طيب طلبات التغيير دي، الابروفد تشينج ريكويست اللي خرجت من عمليه 4.6، بتروح فين علشان تتنفذ؟ بتروح فين علشان تتنفذ عمليه التنفيذ؟ امشي معايا كده بالخط ده، هنطلع فوق كده، وتروح علشان تتنفذ في عملية الدايركت اند مانج بروجكت وورك. يبقى هي العملية المسؤولة عن تنفيذ أعمال المشروع بناء على الخطة، وأيضا تنفيذ الابروفد تشينج ريكويست، بيروح يتنفذ علشان في عملية الدايركت اند مانج بروجكت وورك. خلي بالك ده عليه سؤال في الامتحان، هيقول لك طلبات التغيير السي سي بي اديت الابروفد، هيروح فين بعد كده علشان يتنفذ؟ خلي بالك بيتنفذ، يبقى في عملية تنفيذ. واضح كده؟ وتبدأ تاني مرة، بتبدأ معانا السايكل، بنطلع بيه داتا او بطلبات تغيير، بتروح تاني مرة، وبتفضل ماشية معانا الدورة كاملة. طيب انا كده اتكلمت على الدايركت اند مانج بروجكت وورك، وعرفنا بنطلع deliverables وبنطلع داتا وبنطلع طلبات تغيير، ويبقى احنا كده عرفنا الموضوع ده. لو انت فهمت الشكل اللي معانا ده، هيوفر عليك كتير جدا جدا جدا. وايضا معانا بقى في اخر المحاضرة حاجة مهمة جدا، هتاخد بقى كل حاجة لوحدها. هناخد مع بعض دورة حياة الداتا مع الانفورميشن مع الريبورت، هناخد مع بعض دورة حياة الديليفرابلز ازاي بتمشي لحد ما نسلم الكاستمر، هناخد مع بعض كذا شكل هيوضح لك الامور كلها عشان تبقى فاهم الموضوع. لو انت فهمت الكونسبت ده، لو انت فهمت دوره الحياه دي كلها، هتوفر على نفسك كتير. يبقى انت كده فهمت الدنيا ماشيه ازاي.